salam aleikum أسعد الله مساءكم أستاذ محمد أهلا وسهلا فيكم نحن ننتظر بس دقيقتين بلكي بنضم لنا بعض الزملاء أهلا وسهلا أستاذي وفاء السلام ورحمة الله وبركاته واضحة الشاشة أستاذة ربا؟ إذا حدا من الحضور بيساعدنا بأكد لنا أن الشاشة سلايدات مشاركة الله يعطيك يا استاذه رانيا اهلا وسهلا فيكي اهلا وسهلا فيكي مرفت دكتوره اهلا وسهلا فيكي من اليمن تمام تمام الله يعطيكم الف عافيه ان شاء الله الصوت كمان واضح تمام الله يعطيك العافيه استاذه محاضرتنا اليوم أساتذتنا هي عن الضغوط النفسية أه، مثل ما صاب الشعب السوري واليمني بما أنه عنا زملاء من اليمن أه، طبع الحياة بشكل عام الاعتيادي هو مليء بالضغوط الاعتيادية كذلك أنه ضغوطات الحياة كمان أضافت لهي أه، لسير الحياة كمان ضغوطات إضافية خاصة في ظروف الحرب والنزوح حاول شارك معكم هلا هل سلايدات رح أعرفكم عن نفسي أنا اسمي سحر نجار أخصائية نفسية بشتغل بالشمال السوري بدأت العمل بالمنظمات الإنسانية من 2015 بعدة مناصب بالمنظمات اشتغلت كعامل دعم نفسي اجتماعي كمعالجة نفسية كأخصائية نفسية كمشرفة لفرق الدعم النفسي آه هذا الشيء اعطاني خبرات متعدده وان شاء الله بحسن أقدم لكم هي المعلومات بشكل مبسط. آه طبعا هي آه المعلومات نحن رح نتساعد حتى توصل لكل الفئات الموجوده معنا حاليا بالمحاضره. الله يعطيكم العافيه يا رب. انا مجازي ارشاد نفسي من جامعه حلب وحاليا عم بدرس تخصص علم نفس سريري بجامعه حلب الحره في الشمال السوري. اهلا وسهلا وسهلا فيكم جميعا. آه رح نشارك السلايدات. عنوان محاضرتنا السادسة هي عن أساليب التكيف مع الضغوط مثل ما تفضلتوا يعني مثل ما الكل بيعاني يعني الحياة هي سبحان الله ما هي ما فيها استقرار طبيعة الحياة إنه يكون في عنا ضغوطات بسيطة يومية وممكن تكون فجائية وممكن تكون حتى فوق استطاعة الإنسان لذلك ارتقينا إنه محتوى هذا المحاضرة ممكن يهم فئة كبيرة من الناس إن شاء الله نكون موفقين فيها رح نتناول عدة أفكار آه، شو هو الضغط النفسي بداية آه، رح نتناول مقياس عن الضغط النفسي مكونات وأنواع الضغط النفسي المصادر المحتملة آه، والأسباب اللي ممكن تكون سبب ضغط النفسية على الإنسان آه، كمان رح نناقش علامات الضغط النفسي وأعراضه آه، بمو... آه، بآخر شي إن شاء الله رح نتساعد باستراتيجيات مواجهة الضغط النفسي والتكيف الإيجابي يولد الانسان تحت ضغط الحياه هل يفهم الانسان معنى هذه الضغوط هل يتعلم من الحياه كيف يتعامل مع هذه الضغوط هل تعرفون معنى الضغوط واسبابها هذا سيكون موضوعنا دوتنا اليوم ان شاء الله بدايه اخواني آه، الضغط النفسي آه، كل انسان معرض على مر حياته بمواقف وخبرات ممكن آه، آه، نذكر منها ما يكون عادي خلال الأيام العادية ممكن ما يكون التعامل معه صعب رغم بلحظات ما تسبب آلام نفسية وأحيانا يتطور الأمر وينعكس على مجمل الصحة النفسية يعني اللي عامل في هذا المجال على المدى الطويل بيعرف أنه تراكمات الضغوط النفسية بتأثر على الحياة النفسية والحياة الاجتماعية ومطولا ممكن تأثر على الصحة العامة الجسدية فالضغط النفسي هو شعور أو موقف يواجه الإنسان ويتطلب من الإنسان استخدام كافة قدراته وإمكاناته لكي يتكيف مع هذه الأحداث أو المواقف والتخلص منها، ويسبب حالة من عدم التوازن ويجعل الشخص مضطربًا حتى يتخلص من هذه الضغوطات. طبعًا حتى الأطفال بيمروا بظروف بي ضاغطة، يعني هي الضغوطات النفسية ما هي فقط للراشدين، كل فئات المجتمع ممكن يتعرض للضغط النفسي. فالضغط النفسي علميا يعرف انه رد فعل جسدي ونفسي لانه حنشوف نشوف في عنا اعراض جسديه وكذلك عنا اعراض نفسيه ناتجه عن استجابات الفرد للاحداث والمواقف الضاغطه والتوترات البيئيه والصراعات المتباينه في شدتها مثل ما حكينا ممكن يكون اعتيادي ممكن يكون شديد يعني شديد ممكن احنا نحسن نتعامل معه ممكن يكون فوق استطاعتنا للتعامل معه رح نعرفكم زملاء في طبعا لكل اضطراب نفسي يوجد مقاييس علميه متفق عليها من قبل لجان طبيه مختصه فالضغط النفسي له مقياس طبعا حتى نحن نعرف انه نحن هل تحت الضغط هل نحن نعاني من الضغط النفسي فهذا يحتاج الى اخصائي ولكن المقياس يتكون من عدة مؤشرات رح نعرفكم عليها مبدئيا هو شعور اول شيء بالتوتر العصبية يعني يجد الانسان نفسه غير قادر على امتلاك اعصابه يحس حاله دائما منرفز دائما في مزاج نزق المؤشر الثاني الكثير من الشكاوي الجسديه فدائما بقول لك راسي عم يوجعني قلبي دائما عم يدق في تسرع في القلب عم بحس حالي ما عم بحسن بتنفس صدري عم بدق علي ظهري من عم يجعني هي دائما الشكوى بنشوفها عند النساء وشكوى بالام المفاصل ايضا كولون المعدي هو شائع جدا كعرض من اعراض الضغط النفسي بيقول لك دائما مثلا عندي ارتجاع في المعده او ما بحسن باكل كثير او نفخه او كولون معدي دائما بياخذ مثلا ادويه على الريق مثل الأمبرازون حتى يخفف من هاي الالام طبعا يوجد كولون عصبي دون ضغط نفسي ولكن من علامات الضغط النفسي فيوجد الكولون العصبي احيانا المؤشر الثالث أشعر بالتعب المزمن ما هو التعب المزمن؟ يعني أنت تفيق الصبح ما عندك همة ونشاط لتعيش حياة أو تفاصيل حياتك اليومية تحس حالك في تساقل ما في عندك هي الرغبة وهي المتعة لحتى أنت تقوم توجه الحياة الاعتيادية حتى لو كان في عنا قسط وافي من النوم يعني المفروض الإنسان هو سبحان الله هذا الجسد هو آلي فاذا شبع هذا الجسد من ال... 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 الاحتياجات الفيزيولوجيه اللي هي النوم، الاكل، الراحه فلازم يكون في عندنا همه ونشاط فتحت الضغط النفسي بنحس انه هذا النشاط بادنى مستوياته ما عم بيحسن يتوازن حتى ي... يعمل اشياء بسيطه اعتياديه تعود يعملها. المؤشر الرابع الشعور بالتهيج بسهوله مع الاستجابه للضجيج حوله يعني ممكن صوت طفل صغير يزعجه ممكن صوت طرق المطبخ يزعجه فهو بيكون حساس دائما لاشياء بسيطه هو بسبب الضغط النفسي يعني مثل حنشبهه مثل بالون الانسان بيكون من يعني شون متعبي من ضغوطات الحياه فاي مصدر ضجيج بسيط فهو ممكن يسبب له انزعاج الحزن كمان من مؤشرات الضغط النفسي بتقول دائما انه دمعتي بعيني، يعني اي ما يعني اي مشهد ممكن يكون فيه شوي ارتفاع بالحساسيه او المشاعر فهي ممكن مباشره تبكي وغيرها ممكن ما يبكي على نفس المشهد، فهو يدل انه هذا الانسان عنده ضغط نفسي مرتفع فلازم ننتبه له ونساعده انه يتجاوز هي المرحله. في كمان مؤشر فقد روح الدعابه. يعني بتحسه انسان ملول ما عنده طاقه ما عنده حيوية فقد روح الدعابة روح المتعة في الحياة المؤشر كثير مهم هو صعوبة في اتخاذ القرارات يعني دائما تلاقيني متحير روح هذا المشوار لما روح أعمل هذا المشروع لما أعمل انتقل لمنصب وظيفي آخر أو ما انتقل هي كلها دلائل أنه إنسان ضائع وواقع تحت الضغط النفسي أيضا كذلك عندنا مؤشر هو الإرهاق أو الخوف دائما يبحث عن مكان يشعر فيه بالأمان يعني هو دائما في حال تخبط في حال ضياع بحس حاله مرهق متعب جسديا بالتفكير في عنده خوف لياخد أي خطوة بحياته فهي كمان من مقاييس الضغط النفسي كمان في عنده مشكله بالتعامل مع المخاطر و ومخاطر في اشياء لا ضروره لها يعني ممكن يكون في عنده مجازفات ممكن يكون في عنده اشياء غير محسوبه انه يتصرفها ناتجه عن يعني خلل التفكير لانه وقع تحت الضغط النفسي في صعوبة كمان عنا في التركيز وخاصة التركيز على العمل يعني بيكون بأقل مستويات الجودة في العمل بيكون فيها ضمن عمله أو مثلا عند السيدة في البيت بتكون هي أقل جودة في مستوى العمل ضمن المنزل يعني هي بس أنه اللهم عم تشتغل الشيء الضروري أو الشيء المطلوب منها في الوقت الحالي ما في خطط مستقبلية ما في شيء متقن فهو بس يعني اللهم عم بعيش حياة رتيبة في عنا كمان مؤشر صعوبة في التخطيط والتفكير في وضوح مثل ما حكينا في عنا شوي في خلل في التفكير بسبب الضغوط النفسية يعني هي سبحان الله الواقع تحت الضغط بينشل عنده التفكير ما بقى بيصير في يعني مع رغم انه بيكون مثلا الحل بسيط او الحل حتى موجود امامه او حتى الحل يكمن انه في ترك هي المشكله تاخذ وقتها او حدها بس اللي واقع تحت الضغط سبحان الله في بيكون عنده شويه تفكير مختلف وبيحاول يتخبط او يهرب او يعني يحل المشكله باسرع وقت ممكن حتى يتخلص من الضغط. المؤشر الثاني عشر بيكون اقل كفاءه وتنظيم في العمل من المعتاد يعني هو مثل ما حكينا انه بيكون باقل كفاءه او حتى بيكون رده فعل له لاني عنده ضغوطات مثلا خلينا نقول كعامل في في منشاه يكون في عنده مثلا ضغوطات ضمن المنزل سواء مشاكل عائليه واسريه اقتصاديه فهو بيحاول يثبت حاله في مكان تاني اللي هو مثلا بصير اكثر تنظيم في العمل، فهي تختلف المعايير من انسان لانسان، لذلك قلت لكم انه المقاييس بحاجه اخصائيين نفسيين هن يطبقوها علينا حتى نحن نكتشف هل نحن واقعين تحت الضغط او لا ونطلب مساعده من مختص. المعيار 13 افقد الاشياء التي احتاجها للعمل او نسيان المواعيد او نسيان القيام بالمهام. حكينا كمان إنه نحن بسبب نقص التركيز فممكن يضيع عنا شوية مواعيد نتأخر عن المواعيد يكون مثلا العمل اللي بننجزه هو عمل ناقص فهي الأمور النسيان والشرود هي من علامات واضحة عند الواقعين تحت الضغط النفسي وعلامة واضحة كتير واضحة بتكون هي مشاكل النوم سواء مشاكل النوم اللي بتكون في بداية النوم يعني بيحط راسه على مخدة ممكن يعني تيجي كل مشاكل الدنيا فوق راسه أو مثلا ممكن يكون صير النوم متقطع يعني ممكن ينام ساعة يفيق ساعة بدون ما يكون النوم مشبع طبعا أو ممكن يكون النوم مترافق مع كوابيس يعني يكون النوم غير مريح ويكون سطحي يعني ممكن ينام, ساعات مشبعة مثلا سبع ساعات من ساعات ولكن هذا النوم ما هو كان سطحي ومتقطع وغير مفيد له حتى يكون خلينا نقول يرجع لهمته ونشاطه في اليوم التالي المقياس اللي حكينا خمسة عشر كمان مرقنا عليه انه بيكون يوصف حاله انه بالعصبي اشياء صغيره بتزعجه بتستفزه مزاج نزق ممكن ولد صغير يحكي معه او يطلب منه طلب او زوجته مثلا تحكي معه كلمه انه طالعنا اخذنا فهو بيكون دائما بمزاج نزق مع الاصدقاء ومع افراد العائله دائما يكون في جدال في مشاكل اكثر من المعتاد سابقا اذا في سؤال لهون ما في اشكال زملاء تحبوا تشاركوا على الشات او تفتحوا المايك وتشاركوني. راح اشوف الشات. اهلا وسهلا فيكي نجله. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد القادر. نعم الجلسه مسجله ان شاء الله. شكرا استاذ وفاء على التاكيد الضغوط أه، تتكون من زملاء احيانا بتكون نابعه من الشخص نفسه بسبب خبراته بسبب تراكم الصدمات بسبب طبيعه الشخص الفيزيولوجيه والطبيعه اللي هو خلق فيها أه، فبيكون مثلا عنده حساسيه أه، زياده أه، فممكن يكون مصدر الضغط هو داخلي يعني ممكن هاي الاحداث اللي عم بتصير حواليه هي اعتياديه لبعض الاشخاص ما تكون ضغط بالنسبه لهم اما بالنسبه لهذا الشخص فهي بتكون عنده مشكله مثلا اخذ موعد مثلا لزياره ممكن اشخاص حتى في هذا الشيء البسيط يشكل ضغط فهني دائما في ترقب كتير بيحسبوا امتى رح نوصل رح نوصل على الوقت فهذا الشيء بسبب لهم التلبك سبحان الله يعني مصادر داخليه اللي هي مثلا الحساسيه الزائده او ممكن يكون الضغوط هي من خارج محيط الشخص مثلا احداث خارجيه حدثت أو طارئة مثل مشاكل الزوجية مثل مشاكل في العمل انقطاع الرزق انقطاع الراتب موت شخص عزيز هذه أمور خارج عن نطاق الشخص وما فيه يتحكم فيها في عنا إذا في حدا بيحب يشارك أو يسأل طيب. بس انتبهوا على المايكات الزملاء لما تفتح معكم بالغلط كلمات خصوصيتكم يعني في عنا ميزان كتير حلو مثل ما حكينا نحن طبيعتنا كاشخاص بنختلف بتقبلنا للضغوطات الحياتيه سواء قلنا انه اعتياديه بسيطه أو هي ممكن تكون طارئة أو بالفعل تكون سبب ضغوط لأي شخص أو أي إنسان مهما كان في عنده خلينا نقول خبرات في الحياة مهما كان في عنده داعمين في الحياة فهي التجارب ممكن تكون صعبة وصادمة وضاغطة فنحن في عندنا ميزان في دائما لكل إنسان في عنده موارد في عنده مصادر في عنده مصادر دعم في عنده خبرات في عنده نقاط قوة وتجي الضغوطات هي كمطالب فاذا اذا كانت الموارد متوازنه مع المطالب فهون يكون الضغط ايجابي. مثلا طالب اللي عنده مثلا امتحان ثانوي وكان محضر الفحص، طبعا الفحص هو عنصر ضاغط، بس هذا الطالب كمان كان مهيئ حاله والموارد عنده كانت جيده، فهذا الضغط يعتبر ايجابي، ليش؟ لانه كان الطالب مهيئ الموارد اللي عنده. اما اذا كانت المطالب فهذا الضغط بيكون حافز ودافع له كضغط ايجابي يعني هو صحيح الفحص هو بشع وهو تجربه ضاغطه للانسان بس بكون محفز للنجاح اما اذا كانت الموارد غير متوازنه مع المطالب يكون هنا الضغط سلبي فهون بيكون بيتعطل الطالب ممكن هو مؤجل دراسته ممكن يصير عنده حدث طارئ فهون بصير في عنا خلل في التوازن وبصير الضغط سلبي مثل ما حكيت لكم سابقا ممكن يكون حدث ولو حتى كبير يعني احنا لاحظنا من خلال اخوتنا اللي اللي نزحوا على الشمال السوري يعني حتى ظروف النزوح كانت كثير صعبه فقدوا ممتلكاتهم ممكن فقدوا احد من اسرتهم عاشوا بظروف صعبه في الشتاء في الصيف الخيمه يعني ظروف كتير المعيشه صعبه بالفصلين اضطريت انه مثلا يضطروا انه يخسروا شوي من كرامتهم بسبب انه يعني تقبلوا انه هن بحاجه مساعدات ما في فرص للعمل الشباب قاعده بدون دراسه سبحان الله بتلاقي هون خيمه متقبله هذا الوضع عايشين مبسوطين في عندهم تفاؤل بيطبخوا مبسوطين يعني يعني ظروف صعبه بس لسه في عندنا موارد خلينا نتكيف ونقاوم هذا الوضع الضاغط وناس تانيين سبحان الله استسلموا لحياة أصابتهم اضطرابات تكيف أصابهم الاكتئاب أصابهم القلق أصابهم اضطراب ما بعد الصدمة فسبحان الله في في كل إنسان عنده موارد فأنا حابة أسألكم زملاء في يعني نشاط نحن بنحب نفسه إذا في حدا من حضراتكم بحب يشاركنا فيه عبارة نحن حن نستبدل الميزان بشجرة رح يكون الجذور هي الموارد تبعيتنا هي مصادر القوة تبعيتنا نحن بتقوينا قدام ضغوط الحياة أنا ضروري كثير مهم أفهم أنا شو عندي نقاط قوة هل أنا عندي مثلا عندي مثقفة هل عندي عائلة داعمة زوج داعم أملك مثلا أفراد أسرة متماسكة هل عندي أصدقاء هل أنا محاط بمجتمع داعم هي كلها تعتبر من النقاط والموارد القوة وراح يكون في جزء الشجرة في عنا مطالب ممكن يكون عندي مطالب اقتصادية ممكن يكون عندي ظرف اجتماعي مطلقة رملي أنا يتيم ممكن أنا عايش مثلا بظروف معيشية صعبة وخلينا نتخيل أوراق الشجرة هي الأهداف اللي نحن حاطينها في الحياة ممكن حتى تكون هي الأهداف على فكرة إذا كانت الأهداف كتير كبيرة على الموارد اللي نحن نمتلكها فهي كمان بتشكل ضغوط فلذلك الانسان كتير حلو انه يعرف شو عنده موارد وعلى اساسها يبني اهداف اهداف تكون واقعيه خرج الانسان يطبقها ممكن انه مثلا انه استكمل مثلا دراسات العليا ممكن انه اتزوج وكون عائله ممكن انها اسس مشروع كرجل او كشاب بمقتبل العمر مشروع بسيط بالموارد الموجوده عندي الماليه او مثلا شو بمتلك من مهارات او مثلا مصادر ماديه فحابه طيب. من حضراتكم تشاركوني بهذا النشاط اذا ما انا واضح ممكن انا ارجع اشرحه هو عباره انه رح نرسم شجره يعطيك العافية أنسي الله يعافيك يا رب ممكن تعرفين بحضرتك معك وفاء الأحداب أهلا وسهلا الدكتورة وفاء مو؟ لا أنسي تفضل الله يسعدك يا رب واضح واضح بل. النشاط بالنسبة لك وفاء؟ واضح ايه النشاط تمام تمام رحت اتابع معك انا كنت عم دور على رفع اليد ما لقيت ولا يهمك هي بيكون ثلاث نقاط في في رفع يد ايه تمام تمام آه اللهم صل على سيدنا محمد آه مثل ما تفضلت حضرتك وحكيتي انه نحن اول ما لجانا لهون كثير تعرق الضغط النفسي اللي صار معنا كثير كان قوي بس ولكن بيتفاوت ما بين الاشخاص حسب الموارد اللي عندهم هلا انا بعتقد رح امثل النشاط اللي حضرتك طلبتي انا, أنا. بالنسبه لي الموارد اللي عندي اول شيء انه معي شهاده جامعيه معي دبلوم معي زوج يعني متفهم وداعم لإلي بس ولكن شو كان فرق كتير كبير عندي هون في بعض الضغوطات انه ان هون ما حدا بيعرفك انه انا كنت قبل مستلمة مديرة ثانوية شرعية فأنا اجيت لهون يعني عندي مطالب بدك بيت جار بيت بدك اساس للمنزل حتى يعني انه مثل ما بتعرفوا كلاتكم نحن وقت اللي اجينا لهون ما معانا ابدا اي شيء ولا اغراض ولا اساس ولا اي شيء من اساسيات المنزل يعني فكانت المطالب كتير كبيرة والموارد اللي عندي قوية يعني بس ولكن جينا هون البيئة ما احتضنت بالبداية ككون أنا كنت مديرة ثانوي شرعي جيت لهون صرت أدرس ابتدائي درست بمدرسة خاصة تخيل يعني أنا درست ابتدائي لبينما شافونا بالإدارة وعرفونا وصارت يعني مثلا أنه مهارتي تحكي عني أم لا الفصل الثاني خلوني أدرس ثانوي وتعرفوا <applause> أنه أنا يعني كذا كذا بس أنه كتير كتير كان صعب انه ترجعي انت انشلعت جذورك على الاخر اللي كنت عم تسعي الى بلدك وهيك جيت لهون اه انا هيك كنت اشتغل انا 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 عندي سي في قوي وكذا تجى لهون على الارض يعني اه ما بيعرفوك يعني انه هي كانت البيئه صعبه لبينما كوننا لنفسنا انه مين نحن شغلنا هو صار يحكي عننا لحتى وين ما رحنا صرنا لا الحمد لله نوازن ما بين الموارد والمطالب ونحقق اه يعني المطالب مثل ما تفضلتي وحكيتي المعقولة يعني أو المناسب يعني تماما التكيف قدر المستطاع مع يعني مع البيئة اللي فيها ايوه تمام طبعاً. الله يعطيك ألف عافية شكرا كثير لمشاركتك في حدا بيحب يشاركنا كمان تجربته مثلا أو أو الشجرة اللي هو كان حاطة في مخيلته شو الموارد الموجودة عنده شو هي المطالب شو هي الأهداف اللي هو متوقع اللي حاطها في حياته عن يعني السؤال من إسراء آه، ضغوطات التي نتعرضها في بيئة العمل رح نحكي عن استراتيجيات التكيف بنهاية المحاضرة إن شاء الله إسراء آه، مروة نحن عم نحكي عن نشاط آه، الضغوط النفسية هي عبارة عن توازن بين الموارد الموجودة عندي والشي المطلوب مني في الحياة وبين الأهداف اللي أنا كرمال أنا خلينا نقول أتكيف مع الحياة الموجودة فيها الموارد هي نقاط القوة اللي عندك ايش في عندك موارد سواء كانت اجتماعيه شخصيه فرديه على مستوى الشخصي اذا كان عندك دراسه اذا كان عندك اسره داعمه اذا كان عندك مجتمع فيه آه، انشطه مجتمعيه ومنظمات اجتماعيه بتدعمك آه، اشخاص داعمين ثقه انت بتحكي لهم فهي هي مواد القوه اللي عندك المطالب هي بتجي الصعوبات اللي انت واجهتيها الصدمات آه، ال... الصراعات اللي انت عم بتعيشيها حاليا البيئية الاجتماعية بينما يعني لحتى توصلي للأهداف اللي هي خلينا نقول التكيف قدر المستطاع مع الحياة اللي احنا عايشين عليها تماما معك أنا سمعت سابقا بس ما عرفت بالضبط شو هو المطلوب ولا يهمك مروة تفضلي شاركيني معك والله ما بعرف حسب ما بالأول يعني تحدثتي وأول الندوة حسيت حالي أنا يعني بقمة الضغوط كثر الأعراض الموجودة يعني نعم هو بحكم الضغوط اللي عايشتها فانه كتير حبيت انه احضر هاي الندوه يعني اهلا وسهلا فيكي مروه مثل ما حكيت لك سابقا يعني نحن هون هلا حاليا بصراحه منطقه اعزاز فكان النزوح بال 2020 كان نزوح كبير وصعب يعني فمثل ما حكيت كنا بمنطقة إنه شغلنا إنه يعني معارفنا وكل شيء يعني مبينين مين نحن وشو عم نشتغل وكل شيء جينا لهاي المنطقة غير بها ما بنعرف شيء هو حتى ما في بيت فكان والله كتير صعب وهون صار الواحد يفكر بين سفر وبين يضل فكان في كتير ضغوط يعني انه تضلي تطلعي وقت لا تطلعي تطلع كمان انه تهاجري تحديات كتيرة وهيك في مقارنات كتير وما قدرنا ناخد قرار والله نعم كان في عندكم نوعا ما مروة يعني صار في عندكم خلينا نقول اساليب تكييف بالشيء اللي انتم بتمسكون موارد على الصعيد النفسي ما كثير لسه متكيفه بس عم نحاول او يعني او اذا عم حاول او ضل بس لاجل انه مثل ما بقولوا خلص استمرارية بس انه كثير في روح او شغف انه تضلي لا تمام نعم هي ليكي حتى نكون منطقيين ظروف الرحله الصعبه اللي عايشينها سواء كنا من من اهل البلد او حتى خلينا نقول الفئه اللي اضطروا يتركوا بيوتهم ونزحوا على مناطق ثانيه نحن في ظروف حرب هي ظروف صعبة على الجميع في ظروف يعني خلينا نقول قاهرة يعني ما في أي حدا ما أي بيت ما عانى من هي الظروف فهون كان في تحدي للجميع هذا الشيء ما بعرف اذا انت مروه انت شتي او لاقيتيه مثلا ممكن يكون حدا عاش نفس ظروفك هاجر من نفس بلدك واسس حياه ممكن يكون حتى قريب منك يعني في اشخاص كثير نزحوا ورجعوا مثلا اسسوا بيوت اشتروا اراضي اسسوا مشاريع ورجعوا بنوا حياتهم وفق المتاح وفق الموارد اللي عندهم ما بعرف اذا هذا الشيء هو انا بالاساس مالي من كل هالبلاد يعني نازحه من 2012 عم ضل بنزح بس بالفتره الاخيره مرتاح ما استقرت شوف حالي استقرت انه في شغل في عمل بس بمقارنة طبعا مع غيري او بجيلي يعني انا عمري ستة وعشرين سنة فبشوف كتير متقدمة برغم الظروف اللي من وفاة والد لوفاة لو اخي لوفاة لو صهري هدول كلهم ورا بعضهم الحمد لله قدرت نتكيف يعني والحمد لله يعني انه مشيت يعني مكمل دراسة وكل شيء بس مع هيك ما بحس في تكيف يعني مع الواقع نعم <applause> مدري انه بحس انه ما واحد عاش فترة حزن مثل ما بقولوا لازم تكوني عايشتيها حس هلا عم يطلع <تصفيق> <تصفيق> نعم هي ممكن تلاقي خلينا نقول هي دخلنا بضغوطات ثانيه رح نحكي فيها ان شاء الله عن مستوى الضغط النفسي انه هو بالفعل لازم الانسان يعرف الضغط اللي هو فيه ويعيشه ويعرف قدره واهميته حتى هو يحسن خلينا نقول يتعرف عليه ويتجاوزه مثل ما عم تحكي احيانا نهرب من الصدمات او نهرب من الضغوطات بس هذا شيء شيء خاطئ يعني فكرة أحيان نفسي أحيان نفسي واحد ما بفكر كده. احيانا الواحد ما بيعيش الحزن مثل ما بع... ما بيعيش الحزن مثل ما هو وهلا نفس الشيء بحس صار زواج بحس المسؤوليات كلها فوق بعضها مع دواء مع كل شيء يعني بحس ما هي قادرانه خلصي انه تكيف يعني نا. او انه لازم لاقي حل نعم بس حسب ما حكيتي لنا مروه يعني احيانا الواحد بيظلم حاله بفكر حاله انه هو عن عنده... جد عنده اكتئاب عنده ضغط بس انت حسب ما حكيتي لنا كملتي دراستك اسستي عيله اسستي بيت رغم انه في نزوحات في فقدان كثير بس سير حياتك هو نحو يعني نحو التكيف يمكن لاني مجبرين ان نكمل ما بعرف هاي هاي إرادة الحياة عند الإنسان <applause> نعم الله يعطيك العافية شكرا لمشاركتك <applause> مروة في حدا ثاني بيحب يشاركنا تمام الله يعطيكم ألف عافية أنواع الضغوطات النفسية في عنا مثل ما حكينا ضغوطات مفاجئة مفاجئة ممكن تكون مثلا مرض شخص عزيز مرض مفاجئ موت قريب حادث سير تغير اجتماعي طلاق ترمل أي حدث اجتماعي حدا مثلا من العائلة سافر خساره ماديه مبا... يعني مثلا آه آه اصابه مشروع بحريق مفاجئ هاي كلها هي كل ضغوطات مفاجئه وعاده بتسبب ضغوطات نفسيه حاده في وقتها آه ب... يعني بعد الحدث الضغط مباشره وفي عندنا احداث آه الحياه الاعتياديه والمنغصات اليوميه آه بتراوح بين المفاجئه والمتواصله مثل يعني خلينا نقول مثلا تأخر المواصلات أحيانا علي يعني أنا كل يوم مثلا بضطر أسافر لأشتغل في مكان معين ممكن هذا الباص تأخر علي فحس هذا الموقف هو ضاغط بالنسبة لي فهي منغصات الحياة اللي هي بتكون كل يوم أو مثلا أنحق الطبخة بالوقت اللي نحن متعودين فيه مثلا نحن نتغدى فيه هذا بيكون موقف ضاغط بالنسبة لي لربة المنزل وللاسف بيكون في عنا احيانا ضغوطات مستمره او متواصله فهي بتدوم لفترات طويله هذا الاستمرار لسنين مت... بيتراكم بنتائج خطيره مثل ما حكينا يعني هذا التراكم بيسبب لي حتى بياثر على الصحه الجسديه ففي بعض الدراسات انه رايت انه احيانا بيسبب فشل في مناعه الجسد تكثر الامراض تكثر السرطانات في بصير سكتات قلبية بضعف جهاز الهضم بصير عنا قرحة عسر هضم وبصير عنا أمراض مزمنة بسبب هاي الضغوطات المستمرة على مدى السنوات مثل السكر والضغط يعني حطلكم صورة هي كاست المي يعني شقدها مثلا ممكن تكون حملة يكون سهل ممكن للحظات ممكن تسبب لي على المدى الطويل مثلا اذا حملت لخمس دقائق توجعني ايدي بس اذا حملتها لعده ساعات ممكن هذا الضغط الخفيف على مدى طويل يسبب لي بالفعل انه انا ايدي احس فيها بخدر واحس بتعب على المدى الطويل المصادر أو الأسباب اللي هي خلينا نقول هي محتملة للضغط النفسي يعني أي إنسان بيعيش فيها في هاي الضغوطات فهي ممكن تسبب له ضغوطات عن نفسية كأي إنسان اعتيادي مثل الضغوط الأسرية أنا حابة أسمع مشاركاتكم حضورنا الكرام شو ممكن تكون الضغوطات الأسرية اللي بتسبب لي ضغط نفسي انا حتراقب الشات وإذا حدا بيحب يشاركنا كمان لا بأس يفتح المايك ويشارك طلاق نعم أه عواد حناش شكرا لمشاركتك شو ممكن يكون عنده ضغوط أسرية رح اذكركم مثال يمكن واضح للنفس ضغط الاهل صحيح يا اسراء يعني ممكن انماط التربيه السلبيه ممكن هي تكون ضغط على على الاولاد يعني الصراخ القسوه حب السيطره التدليل الزائد هي كلها تكون كمان عباره عن اساليب ضغط اسريه على على الفرد صحيح خلافات وتفكك الاسره مشاكل دائمه بين الاب والام مشاكل بين خلينا نقول الفئات العمريه المختلفه بين مثلا خلينا نقول الحمايه والكنه هي هي الخلافات اللي هي اعتياديه بالفعل هي بتسبب ضغوط اسريه وشو ممكن تكون الضغوطات العاطفيه صحيح دكتور طارق الضغوطات وامتحانات الاولاد وعلاماتهم هي من اكثر الضغوطات اللي بتسبب وجع راس للاهل صح صراع الاجيال هذا هي الكلمه المصطلح اللي كنت عم بدور عليه بذاكرتي يا ابو سينا الضغوطات العاطفية مثلا خلينا نقول ناخد مثال بسيط صراعات بين الأجيال خلينا نقول حلم الشباب أنه هو مثلا يطلع على برا علاقات عاطفية فاشلة بين الجنسين هي كلها بتسبب كمان ضغوطات عاطفية خاصة هلا المشاكل اللي احنا عم نشوفها على الانترنت يعني هي كمان كتير عم تسبب مشاكل في الفئة خاصة عند الشباب. ضغوط الأصدقاء صحيح مثل الخزلان والخيانة والعلاقات الفاشلة حتى عم توصل لاضطرابات صعبة وفاء وحتى أحياناً توصل للانتحار للأسف. ضغوطات الأصدقاء يعني قد ما كلمة صديق هي كلمة حلوة عقد ما إنه إذا كان الإنسان إذا كان واثق بهي العلاقة تكون فيها خذلان وخلينا نقول وحيفقد يفقد نقاط الدعم اللي هو كان حاطه في باله هذا الانسان اللي كان يصرح له بكل شيء ممكن حتى التنافس خلينا نقول في تنافس خلينا نقول شريف وفي تنافس للاسف هو عباره عن انه استنى ال ال الاشخاص الاخرين على الزلات او انتقص من قيمتهم او اتسلق عليهم حتى انا اوصل لمراتب كويسه طبعا هي كلياتها صارت غدر الاصدقاء صحيح بالذات المقربين والغيرة من الأسباب ومن الضغوطات الأصدقاء شو في عندنا أمثلة من الضغوط السياسية؟ صحيح الحرب إيه يمكن زواج المصلحة يعني هو هو ناتج عن ضغوطات اجتماعية بالاضافة إلى خلينا نقول ضغوطات أسرية سبحان الله هي الضغوطات كلها بتخلف مشاكل اجتماعية تأثيرها سلبي جدا على كافة فئات المجتمع صح مثل صراع الفصائل تشبيه بليغ والله يا أستاذة وفاء نحن خاصة في الشمال السوري فنحن دائما في معاناة بين الفصيل الفلاني الفصيل الفلاني فبأي لحظة ممكن الطالب اللي رايح مثلا يدرس في جامعه ينقطع الطريق فيه بسبب انه فصيل اعتقل شخص من فصيل ثاني وصراعات ممتده يعني للاسف صراع ضغوطات سياسيه مثل مثلا مشكله النزوح مشكله عدم الاستقرار ما في اوراق مثلا ثبوتيه للاشخاص اللي عايشين هون ما في جوازات سفر ممنوعين من كبت الحريات نعم الضغوطات الاجتماعية مين بيحط لنا أمثلة في أمثلة رائعة عن الضغوطات الاجتماعية اللي نحن عايشينها حاليا خاصة هيك المجتمعات العربية فهي عنا إن شاء الله بتخلف لنا كثير ضغوطات على الفرد في عادات يمكن إذا بتوافقوني الرأي في عادات اجتماعية سبحان الله يعني صح النظرة المجتمعية للمطلقة والأرملة في حتى عادات اجتماعية بتحسها سلبية اللي بتبنوها المجتمع وصمة العار اللي بيوصف فيها مثلا المريض وصمة العار اللي بيوصف فيها مثلا الأشخاص مثل المعاقين وصمة العار اللي بتكون مثلا للي بتتأخر بالزواج للي ما عنده مثلا نجاح واضح بالحياة بيقدسوا مثلا الأغنياء بيكون الفقير معاملته أدنى من غيره آه، هي سبحان الله القيم الاجتماعية شوي عنا بتتزنى بسبب ظروف الحرب يعني نرجع من يعني الشعوب تسوء أخلاقها للأسف بشكل عام يعني بظروف الحرب عدم الالتزام بالقوانين هي مشكلة المشاكل والله هي. وعدم الاحترام وعدم الالتزام بالوقت صحيح الضغوط الدراسية يمكن ما بتخفى عن حدا منكم هي الامتحانات لل... الإنسان إنه ينجز في الوقت المناسب والحصول على فرصة في جامعة دفع الأقساط استمرار تغيير القرارات صحيح عدم الاعتراف بالنسبة للدول اللي تعرضت لحروب الروتين هو أحد الضغوطات يعني ما في عنا النظام التدريسي أو الكادر التدريسي اللي خلينا نقول في عنا بيكون مشجع أو خلينا نقول بي بنمي هاي, هاي المواهب الموجودة عنا أو هاي التطلعات الموجودة عند الشباب تجاهل أصحاب الكفاءات واللجوء للواسطات صحيح صحيح يعني نحن عم نحكي هلا حاليا والله يا اسرع على المستوى الداخلي فكمان اللي اللي طلعوا لبرا كمان هن عندهم ضغوطات بس بي بشكل ثاني صحيح عندهم حياه عندهم قوانين عندهم شيء بس كمان في عندهم جزء من ال... من القيم اللي تربينا عليها القيم الدينيه او الاجتماعيه كمان هن فقدوها عم بيحاولوا قصارى جهدهم انه هن يحافظوا عليها فسبحان الله الانسان هو مثل ما حكينا الانسان وين من راح وكيف من عاش فهو تحت الضغط ما في مهرب صحيح ولا عمصروني برأيكم في أمثلة تانية غير هاي الضغوطات اللي نحن ذكرناها ممكن تكون سبب للضغوط عند الفرد؟ غير هاي الأنواع اللي نحن لاحطينا بالسلايد في عندنا شي تاني ممكن يكون سبب ضغط للإنسان ممكن انا يمكن اضيف لكم تماما صحيح يا اسراء ضغوطات متعلقه بالشخص داخليا يعني هو الفطره اللي هو خلق فيها او انشئ فيها يعني بتلاقي مثلا اخين عاشوا بنفس الظروف لاب ولا لام يعني واحد يعني نفسهم بس سبحان الله بتلاقي هاد حساس للضغوط هذا الثاني لا عنده بيمتلك هاي القدرات انه يواجه يحكي يعبر عن ذاته وطبيعه الأخوة اللي خلق بنفس البيئه فهو سبحان الله ما بيعرف يعبر عن ذاته مهمش سلبي فممكن الفطره والخبرات اللي تراكمت عبر السنوات كمان هي بتاثر هي احد الضغوطات أصعب الضغوط هي الأسرية عم تقلل النميس لأن البيت هو مصدر الأمان فما بالك لو كان في ضغوطات صحيح وسبحان الله يعني من أكثر الضغوطات اللي أنا بسمعها هي ممكن يكون الأب والأم اللي هن مصدر الأمان للإنسان أنه يكونوا هن سبب الضغط يعني الأم المتطلبة الأم اللي اللي بتكون نظرتها مثالية من أولاده إيش من عمل ابنه ليك فلان ليك علان آه، ما 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 سبحان الله في 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 أنماط تربية كتير سلبية بينشا عليها الإنسان وبتشكل له عقد نقص بحياته بتضل لآخر عمره صحيح المقارنات و... و... وعدم المساواة بين الأطفال يعني سبحان الله هذا التمييز شائع بالع... بالمجتمعات العربية يعني ممكن تلاقي الام بتفضل الصبيان عن البنات وممكن الاب يفضل الابن الكبير اخواته حتى الذكور الاصغر منه وما يكون عندهم نفس القيمه هي كلياتها بتسبب سبحان الله شروخات وضغوطات بتضل مستمره على فكره وبتظهر يمكن حتى خلينا نقول مباشرة بعد وفاة الأب وتقسم الميراث يمكن هي أكثر شيء بتبين علينا أنه يعني وين التكافل كان موجود وين الاجتماعات العائلية كانت موجودة بحضور الأب فجأة بتظهر أنه هيدي العلاقات الأسرية هي واهية خيوط عنكبوت لما بتكون في مواقف حقيقية أنه يكون فيها مثلا الأخوة واضحة أو خلينا نقول القيم والتربية والرجولة موجودة سبحان الله عند أخف موقف من فقدر. صحيح يا ابو سينا ضغوط التكنولوجيا ممكن كثير هيدا نظيفه كثير اثرت على حياتنا المعاصره كثير عم نعاني منها يمكن الكل عم بيعاني منها ادمان الانترنت ادمان الفيسبوك الانستغرام المشاهد اللي نحن عم نتعرض لها ممكن تكون مخالفه لقيمنا رغم ذلك انه كثر ما عم نتعرض لها عم نشوفها هي طبيعيه عم نشوف حتى اطفالنا عم بيصيروا مثل اليوتيوبر مثل التيك توكر يعني هي هي الضغوطات اللي نحن عم نشوفها سبحان الله عم تدخل على حياتنا بتتسلل ونحن ما نحسين عليها من اكبر الضغوطات والله صحيح يعني وجود مرض في, في الاسره هي احد الضغوطات خلينا نقول ضغوطات عائليه الله يعطيكم الف عافية شكرا لمشاركتكم الفعاله كتير مهم بعد ما أنا تعرفت على الضغط النفسي اللي هو ردة فعلي النفسية والاجتماعية تجاه الأحداث اللي أنا بعيشها كتير أعرف مهم أعرف شوية الأعراض اللي أنا بعانيها فالأعراض اللي اللي أنا بعاني منها ممكن تقسم علميا لأربع جهات يعني ممكن تكون أعراض جسدية بالإضافة إلى أعراض عقلية انفعالية وأعراض سلوكية رح نتعرف على كل فئه من هاي الاعراض ونستكشفها بذواتنا يعني حلو انا اعرف شو هو الضغط النفسي ممكن انه انا بحس حالي انه اقول انه انا مضغوطه نفسيا بس يكون هذا الضغط النفسي هو ضمن الاعتيادي او ضمن الطبيعي فهذا شيء جميل انه انا اعرف شو هو الضغط النفسي وشو هي اعراضه اللي انا بعاني منها مبدئيا رح يعني نحكي الاعراض الجسديه الاعراض الجسديه دائما بتتمثل خلينا نقول في هذا العضله اللي هي اسمها القلب. يمكن لاحظتوا خلال اللي عنده مثلا فئات اجتماعيه خلينا نقول عايش بمجتمع النازحين او مثلا بظروف الحرب كثير ظهرت عنا انه مثلا يتسرع قلبه او مثلا مثل كأنه اجته جلطه بينقلوه على المشفى ويعطوه ابره دياز بام اللي هي مهدئ فبيقول لنا الدكتور ما في شيء بس هي اعراض ضغط نفسي خلوها ترتاح خلوها تنام والامور ماشيه فتسرع ضربات القلب هي من اكثر الاعراض الشائعه كعرض جسدي للضغوط النفسيه توتر العضلات دائما بحس بالم ب... ب... بعضلات الاطراف وعضلات الاقدام ومثل ما حكينا الام اسفل الظهر وعلى الظهر رح نحكي في الاستراتيجيات إن شاء الله بنهاية المحاضرة عن تمرين كتير حلو وبسيط لتخفيف آلام العضلات اللي هي الناشئة عن الضغوط النفسية كمان في عندنا اضطراب المعدة دائما بيقول لك أنا عندي إمساك عندي إسهال عندي قولون عصبي عندي نفخة فهي كمان من أحد أعراض الضغط النفسي شعور بالغثيان اتجاه الأكل الصداع الصداع دائما بيسمي بتقول لك أنه صير معي شقيقة تروح عند دكتور مختص اعصاب فبقول لا الموضوع هو عباره عن نفسي في عنا مؤشرات فهذا العرض شائع سبحان الله الم في الرقبه مثل ما حكينا واضطرابات في التنفس والم صدري بحس انه بقول انا دائما صدري طيبق علي ما عم بحسن بتنفس منيح كمان رح اعلمكم ان شاء الله تمرين كتير بسيط ان شاء الله باستراتيجيات التكيف مع الضغوط بالنسبه لاضطرابات التنفس كذلك زملاء في عنا أعراض عقلية أعراض معرفية اللي هي بتتعلق بالقدرات العقلية اللي عنا اللي هي الذاكرة الحفظ الفهم يعني دائما لما بيكون في عندي ضغط نفسي في قصور بهيدي القدرات اللي رب العالمين أنا أعطاني إياها وامتلكتها فدائما بنحس انه ضعف في التركيز بيكون عندي نسيان الانتباه عندي ما كثير منيح قل والله لا تاخذني انا مريت جنبك بس ماني ماني منتبه لك حتى انه ما سلمت عليك فدائما هي الضغوط النفسيه بتسرقنا من لحظات الحياه الاعتياديه والحلوه اللي لازم نعيشها أه ضعف اتخاذ القرارات يعني بيكون الانسان عنده تشتت انه اخذ هاي الخطوه او ما اخذها، يا ترى اذا اخذتها راح يصير؟ فدائما فدا بيكون في عنده تردد في الحياه. في عنده شرود بيفقد خلينا نقول متعة اللحظات الحالية فدائما هو مسروق بالتفكير وانشغال بضغوطات الحياة عدم القدرة على حل المشكلات ومثل ما حكينا انه ممكن تكون مشكلات بسيطة وحلها بسيط ممكن يكون تركه هو الحل فلا هو المضغوط نفسيا بحس اي مشكله بيتعرض هي مشكله اضافيه بتضيف لضغوطاته بالحياه كمان الاعراض المعرفيه خلينا نقول هي الكوابيس فهي الكوابيس بتعكس خلينا نقول الضغوطات الموجوده في الحياه الاعتياديه تحبون ناخذ عشر دقائق استراحه راح اشوف الشات اذا انتم موافقين او تحبون نخلص الاعراض فقط 10 دقائق تمام اسراء طيب آه، رح نرجع ان شاء الله على تمام الساعة الثامنة حتى نكمل آه، ان شاء الله بقية العرض الله يعطيكم الف عافية لا استاذي اماني نحن فقط استراحه دقائق ونرجع ان شاء الله الساعة وخمسة إن شاء الله بنرجع على المحاضرة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا من الاستراحة الله يعطيكم العافية يا رب ان شاء الله الكل رجع معنا على الموعد كنا عم نحكي سابقا عن الاعراض اللي بتسبب الضغوط النفسية على حياة الفرد حكينا عن الاعراض الجسدية وحاليا السادة الموجودة امامكم هي الاعراض العقلية كما رح نكمل عن الاعراض العاطفية بس بس بالشكل نتحدث عنه معي معي ولا لا عشان ما ضل أحكي لحالي شكراً صحية وأماني تمام إلهم الله تكون العافية يا رب رح نتطرق للأعراض الإنفعالية من أعراض الضغوط النفسية هي سوء الاستثارة والنزق والعصبية في بعض المجتمعات بسموها أو أخلاق ضيقة يعني بيكون في عندنا غضب شديد لاسباب تافهه ما محرزه انه الانسان يظهر فيها عاطفه الغضب يعني هو الغضب مشاعر طبيعيه عند الانسان بس بيكون في حاله الضغوط النفسيه مثل الصوره اللي شايفينها يعني هو بيكون كثير معصب من امور هي لازم ما بتستدعي كل هذا المشاعر القويه بيكون في عندنا عدوانيه اللي هي استخدام خلينا آه نقول آه الكلام المسيء لاولادنا للزوج للزوجه في حال تعرض الزوج للضغوط النفسيه او حتى للعدوان الجسدي بيكون في عندنا كمان مشاعر الخوف آه تردد تشتت آه آه اي شيء بيصير بالحياه فهو بيسبب ارتباك لهذا الشخص المضغوط نفسيا آه بسبب له قلق بسبب له توتر هاي آه الاعراض دائما بتكون مرافقه آه، كمان في عن الاحباط الملل آه، خلينا نقول فقدان المتعه في الحياه آه، هي من الاعراض الواضحه عند المضغوط آه، في عنا شعور العجز فقدان الامل فقد استطاعته او خلينا نقول قيمته في الحياه كفرد منجز او فرد بيستمتع في الحياه آه، بتنخفض كمان ثقة بالنفس آه، بتكون في عنا حساسيه مفرطه لاي كلمه ممكن تكون عابره بس مو الشخص بيكون الانسان عنده حساسيه عاليه فاي كلمه بتوصله فهو سبحان الله في عنده تهيج او حساسيه او لاي كلمه هو بيتقبلها ناتجه عن الضغوطات اللي هو عايشه مو مو بطبيعه الكلمه فهو سهل الاستثاره سهل الحساسيه سهل الانزعاج لاي شيء حوله الاعراض السلوكيه اللي بتظهر بتصرفات الانسان تجاه الضغوطات مبدئيا بيكون في عندنا انخفاض الاداء فاذا كانت السيده ربت المنزل مضغوطه فبتكون الطبخه سبحان الله ما هي طيبه وما بتكون خلينا نقول الاعمال الاعتياديه البيتيه مثل ما كانت سابقا دائما تقول انا مقصره بتعليم اولادي ما بقى عم بحسن زور اقاربي عم بحس حالي ما عم بحسن برتب بيتي بيتي ما كان مثل الاول انا ما كنت هيك فدائما في عندنا انخفاض اداء او حتى للعامل ضمن العمل بقول لك انا مثلا ما بقى عم بحسن بنجز ما بقى عندي مخططات لحتى اطور عملي فهو بيكون تحت روتين او ضغط عايشه وما بقى عم يحسن بيتحرر منه ارتجالية التصرف نحن نقصد فيها الاندفاعية اللي هي ناتجة عن نقص التفكير أو خلينا نقول قصور التفكير عند المضغوط نفسيا يعني هو ما بقى عنده حس... يعني ما بقى عنده حسابات مستقبلية فبتلاقي إنه تصرفاته غير محسوبة وناتجة عن الضغوطات اللي عايش فيها. من نلاقي كمان المضغوط نفسيا هو دائما يخطئ في الكلام عنده اضطرابات لغويه تأتأ بقى, بقى ما بيحسن يصيغ جمل مفيده بالمواقف اللازم هو يحكي فيها سواء بالعمل او في المواقف الاجتماعيه فهي دائما سبحان الله ما بيكون هو طبيعته الانسانيه اللي هو نحن متعودين عليه فيها هو ممكن يصدر كلمات ما لها معنى حتى ناتجه عن الضغوطات النفسية وعدم اندماجه بالحياه الاعتياديه مثل ما حكينا بيكون في انخفاض مستوى النشاط والانتاجيه بيلجأوا بعض الناس لاساليب سبحان الله انه للهروب من الضغط النفسي سواء بالتدخين او الارجيله او حتى يتعاطى منومات او حتى مهدئات للهروب من هاي الضغوطات اللي هو عايشه أو حتى يتعاطى منبهات الأكثار من القهوة، الأكثار من شرب المتة والشاي، خلينا نقول الشيء المتعارف عليه اجتماعيا عنا. في ناس حتى بتلجأ للنوم، النوم الكثير كمان هو من أعراض الضغط النفسي. بالإضافة نحن حكينا إنه الأرق اللي هو السهر في بداية في بداية النوم ما بيحسن بيستغرق في النوم مباشرة، فهو في عنده تفكير قبل هذا النوم. حتى اذا نام بيكون في عنده كوابيس وفي نوم متقطع وسطحي كمان في عاد واضح بيكون سلوكيا عند الاشخاص اللي بيعانوا ضغط نفسي ما بقى بيكون في اعتناء بنفسهم مثل الشكل الاعتيادي يعني هي كانت مثلا تتحجب بشكل حلو، ريحتها طيبه، في عندها مثلا نظام نظافه معين، فتحت الضغط النفسي سبحان الله بتخف هي العنايه الذاتيه وهي مؤشر صراحه عيادي نحن كثير بننتبه له انه الهيئه هيئه الشخص لما بيجي لعندك، هل هو في عنايه، هل هو اللبس مناسب للعمر اللي هو جاي فيه، هل الالوان المرتديه مناسب للفئه العمريه اللي بينتمي هذا الشخص؟ هو مؤشر كمان واضح. التخلي عن واجباته والمسؤوليات بتحسو اما مهمل، متململ، مهارب من مسؤولياته، ترك المسؤوليه لزوجته في اداره المنزل، بيتكل على زميله في العمل، فهي كمان احد الضغوطات اللي واضحه في الضغوط النفسيه. وعرض كثير واضح هي اضطرابات بالاضافه الى اضطرابات النوم هي اضطرابات الاكل. فاما بنشوف عند الاشخاص في شهيه زائده بيهربوا من ضغوطات الحياة للأكل وفي عالم سبحان الله بيصير عندهم نزول وزن واضح يعني خلال عدة شهور في عنا مثلا نزول خمس كيلوات أو ست كيلوات كمان هي الأعراض لازم كتير ننتبه لها في الضغط النفسي وإذا كانت واضحة هون في هي الأعراضين الأعراض فلازم اللجوء صراحة للأخصائي نفسي مباشرة. رح نحكي آه أنا وياكم إن شاء الله هلا عن نقاط كثير مهمة اللي هي في عنا آه نحن كبني آدمين كلياتنا معرضين للضغط النفسي سواء الاعتيادي أو المفاجئ في عنا إدارة إيجابية لهذا الضغط النفسي وفي عنا إدارة سلبية لهذا النفسي فبدي من حضراتكم تشاركوني تعطوني مؤشر مثلا خلال انتم الاشخاص الموجودين حواليتكم او خلال تجاربكم الشخصيه آه تصرف تصرفتوه تجاه الضغط النفسي هو إيجابي؟ حاولتوا مثلا تبحثوا عن حلول؟ أو حاولتوا تعملوا استراتيجيات تكيف؟ كون هذا الضغط النفسي كبير وفوق استطاعتكم؟ وسلوك و... ثاني خلينا نقول سلبي هو هروب؟ هو مثلا تجنب؟ هو كان مثلا خلينا نقول اللجوء للمنبهات؟ ل... ل... لأشخاص مثلا ما لهم ثقة؟ فحب مشاركتكم انه انتم خلال تجاربكم او الاشخاص اللي حولتكم اللي تعرضوا لضغط نفسي سلوك خلينا نقول اداره ايجابيه للضغط او اداره سلبيه للضغط انا راح اشوف وتابع الشات اسراء عم تقول ممارسه الرياضه ساعدني كثير حتى اطلع طاقه سلبيه تماما يا اسراء هي احد الاستراتيجيات اللي احنا آه رح نذكرها ان شاء الله بنهايه المحاضره دكتور توفيق عم يحكي احيانا الانسحاب هو الحل تماما آه دكتور توفيق نحن حكينا الضغوطات هي متنوعه يعني احنا عندنا انواع للضغوطات في انواع ضغوطات هي اعتياديه في الحياه فسبحان الله نحن بنحسن نواجهها وفي عنا نحن في عنا شيء اسمه اداره المشاكل اداره الحلول بنحط افضل الحلول المتاحه امامنا وبنحلها في ضغوطات بالحياة يعني هي مفاجئة مثل موت عزيز أو مثلا مشكلة كتير كبيرة أنا ما بمواردي كشخص ما بحسن أن أحلها فهو أحيانا تجنب هاي المشكلة أو إعطاء المشكلة وقت معين يعني أحيانا المشكلة بدها وقت لحتى تنضج الحل فيها فهو بكون الحل الصبحية برأيي أفضل إدارة إيجابية للضغوط هي مواجهة الضغوط انا كمان معك يا صبحيه في نوعية بنوعيه الضغوط يعني اذا كانت مواد الانسان خلينا نقول متساويه مع هي الضغوط وبيحسن يواجهها فهي المواجهه صراحه بتكون افضل حال سمير عم بقول الجانب الروحاني وصراحة إن هذا أكثر شيء يعني من له وأكثر يعني سؤال أنا بسأله في العيادة للأشخاص اللي بيجوني مثلا عندهم ضغوطات أو عندهم اضطرابات خلينا نقول بالمتوسطة ولا ولا بس يعني البسيطة يعني المتعارف عليها أشخاص طبيعيين مثلنا مثلهم يعني فبيكون هو اللي جو للدعاء للصلاة للذهاب مثلا في حلقات الجامعة فهي هي الجانب الروحي عند الإنسان سبحان الله بأي ضغط فهو بيلجأ سبحان الله للذات الإلهية وبيلتجئ لرب العالمين حتى هو يقوى في مقابل صعوبات الحياة في أشخاص بيحبوا ينعزلوا في غرفة لحالهم خلينا نقول هذا جانب إذا كان خيار لدى الإنسان هو العزلة، إذا كان أنا خيار أنا حابب أرتاح لحالي وأفكر في المشكلة وأخذ لأبعاد وأعطي المشكلة حقها ما أكبر من حجمها وشوف إيش الموارد الموجودة عندي هل بحسن إن أنا أطلب مساعدة من أشخاص داعمين من المجتمع اللي حواليتي إذا كانت هي العزلة اختيارية لإيجاد حلول أو للبعد عن المشاكل لفترة مؤقتة والرجوع أكثر قوة فأنا مع. اما العزله للهروب العزله الاستسلام فهون بيكون انه اداره سلبيه صراحه للضغوط نعم الهروب الى النوم هي دائما لما بيكون في عندنا فحوصات بنهرب الى للنوم يا اسراء دكتور توفيق عم بيقول انه المواجهه بحكمه تماما هو يا ريت يعني الانسان يمتلك هي الحكمه بكل الظروف والمواقف اللي بتحطنا فيها الحياه يعني هي احيانا بتكون فوق استطاعه الانسان كان التحدي للتطوير ايجابي على الصعيد الشخصي والعمل لكن ببطء نوعا ما آه عامل الوقت مروعه كثير كثير مهم يعني الانسان اذا امتلك هاي الصبر والإرادة أنه هو يضل يتحمل الضغوط اللي عايش فيها لحتى يوصل لأفضل مكان بيحسن يوصل له وفق موارده فهذا صراحة إنجاز يعني ما كل العالم عنده موارد صراحة أسرية واقتصادية بتساعده أنه يتخلصوا من الضغوطات اللي هن عايشينها تواصل مع أشخاص إيجابيين فكرة رائعة يا صفاء هدول الأشخاص الإيجابيين بيعطونا طاقة بيعطونا أفكار عندهم خبرات بالحياة ممكن يوعونا على نقاط نحن ما لنا شايفينها بالمشكلة بمشكلتنا فهي كثير حلوة وكمان مثل ما حكينا الجانب الروحاني للأستاذ محمد اللي عليه صحيح لا الله تطمئن القلوب كمان هذا الجانب كثير مريح وبيساعد الإنسان إنه يتقبل أي ضغط نفسي وبيتعرض له بالحياة الطلعات المشاوير بالنسبة للنساء هي كتير يا مروة مزبوط بتخفف من الضغوط النفسية وبتخلينا نرجع أكثر طاقة وحيوية للبيت وللولاد. أه، التفاؤل أه، عفاف شكرا كتير لك لهي الفكرة يعني جدا فكرة مهمة التفاؤل تكون نظرة إيجابية للحياة يعني هي نظرة تشاؤمية أو خلينا نقول أه، خبرة الحياة السابقة التشاؤمية أبدا ما رح تحل مشكلة حالي أنا واقعة فيها فدائما أنه أنا أتفائل بالخير إن شاء الله تعالى وأسعى للحل قدر المستطاع أسرع عم كتير كثير فكرة يعني هي خلينا نقول مجتمعية أكثر إنه إذا بحكي أنا لمشكلتي للعالم اللي حولي اللي حوالي رح يشمتوا فيني ورح يعرفوا نقاط ضعفي ورح أصير يعني سيرة السهرات عندهم و... ولازم أنا ما أحكي لحدا فإسراء في كتير يعني نقاط مهمة في حال إنه أنا كنت خايفة من هي هي النقاط المجتمعية أول شيء لازم أعرف لمين أنا بدي أحكي مين الشخص الداعم الثقة اللي أنا لازم أحكي له هل هو شخص مقرب هل هو شخص قريب هل هو شخص مختص بالاضافه انا فيني امتحن هذا الشخص يعني انا ما فيني مثلا احكي الضغط تخيلوا مثلا زوجه تروح تحكي على زوجها مثلا انه بخيل قدام جاره من الجارات ويصير المشكله مثلا متعارف عليها في الوسط الاجتماعي اللي هن فيه وش قد ممكن يكون مثلا في حكي وكلام زائد يوصل للزوج ويسبب خراب بيت هيدي الزوجه ففي لازم يكون في حكمه في اختيار الشخص الداعم او الشخص الثقه يعني كبني آدمين منحكي آه، كإجتماعي بحاجة آه، أشخاص داعمين سواء ضمن نطاق الأسرة ممكن تكون الأم ممكن تكون الأخت ممكن تكون زميل عمل آه، واقع بنفس الظرف أو بنفس المشكلة حاسس بنفس الأحاسيس اللي أنا عم هلا ممكن يكون شخص أخصائي شخص داعم آه، أخصائي نفسي أنا ممكن أحكي له كل تفاصيل حياتي وأنا بعرف إنه هي من خلينا نقول بديهيات عمله إنه هي السرية والخصوصية والمصداقية والتعامل معي بأصالة وصدق. فكتير مهم الشخص الداعم انا اعرف كيف بدي اختاره رأي بوسينا حسب رأيي حتى الواحد يعيش في سلام يبتعد عن الأشخاص السلبيين أول شيء تنشي المشكلة والضغوط حسب نوعها إما بالمواجهة أو التجاهل صحيح بوسينا نحن حكينا للضغوطات في أنواع بكل نوع نحن بنحسن وفق الموارد اللي عندنا او حتى نحن نطلب المساعده او نحن بيكون اتبع اساليب التكيف حتى اتجاوز هي الضغوطات اذا كانت فوق موارد التفكير الايجابي شكرا لكم التركيز على النقاط الموجوده والايمان بالقضاء والقدر في سميرة عرض كمان فكرة جديدة اللي هي المستشفيات والقبور من أجل تحديد الأشياء المهمة بالتالي تصبح المشاكل اخرى نسبيه يعني هي انه شوف مصيبه غيرك بتهون عليك مصيبتك فكره بتنفع مع بعض الاشخاص سميره معك حق يعني انه انا في احيانا بتجيني ضغوطات فبحملها يعني بعطيها حجم اكثر من حجم الحقيقي مثلا نفترض انه مثلا خساره ماديه او مثلا هذا الشهر تاخر راتبي نفترض يعني انه انا خسرت فلان من الاشخاص بسبب مشكله عائليه فما خربت الدنيا يعني فدائما الانسان آه لازم يقيس هي المشكله يعرفها يحددها ويعطيها حجمها واهميتها اللي بتستاهلها ما يعطي الامر فوق طاقته و و ويكون في عنده بالفعل انه في مشاكل اكبر بكثير من الح بالحياه يعني آه خلينا نقول خلينا آه برايك انه واحد انه ايش من كان في مشاكل في زياره المستشفيات والقبور بتخلي الانسان يزهد في مشاكل هي الدنيا وبتخليه تصغر بعيونه صفاء برأيي انه الانسان لازم يتذكر انجازاته السابقه ويفخر فيها فهي شوي بتحدق يعني تخليه انه انت تجاوزت من زمان هي ضغوطات اكبر من هيك فانت قادر هي الضغوطات كمان تتجاوزك كمان فكره حلوه تماما اسراء يمكن يمكن جاوبتك على هذا السؤال حكيت لك انه نحن اول شيء لازم نعرف لمين نحكي وشو المواصفات لهذا اللي لازم نحكي له يعني اكيد في مواصفات خلينا نقول كانسان انه هو داعم ثقه عنده تفهم للمشكلة اللي أنا عم بحكيها وبيفهم أنا شو المشكلة اللي عم يمرق فيها في عنده مهارات استماع في عنده خبرة بالحياة في في حال ممكن تكون فقط أنه أنا إذا حكيت مشكلتي ممكن أنا يكون أنا الحل موجود عندي بس بدي شخص يستمع ويتفهم وما يعطيني ما يقيمني أو ما ي... ما يلومني فإذا كان هذا الشخص لسه عنده خبرات بالحياة وداعم وممكن يعطيني لسه بعض النصائح في كثير يعني شيء إيجابي في الحياة مثل ما بحكي لك اسراء يعني نحن هلا في جو في المنظمات وفرت هدول الاشخاص الاخصائيين ممكن نحن نلجا لهم ونستعين فيهم بخبراتهم طبعا الحياه نشوف من هذا الراي انه في اشخاص كنا نثق فيهم وبعدين للاسف هن خذلونا فالحياة هي مدرسة تعلمنا يعني نحن دائما في صر مع خبرتنا بالحياة ممكن نحن نصير نقيم في أشياء ممكن نحن نحكيها في أشياء ممكن نشاركها في ممكن أشياء آه سبحان الله نستشير فيها خبراء ونستشير فيها اخ... أشخاص بيحبونا وأخر شي نرجع لرأينا فهي الحياة مدرسة يعني ما بتوقف حتى عن شخص محمد بركو يظهر انت بتشتغل بالدعم النفسي تكنيك التنفس العميق والتامل ان شاء الله راح نحكي فيه بنهايه الجلسه صحيح اسراء بس بدنا حدا يسمعنا تماما شخص داعم بس بس يسمعنا بدون ما يعطينا اي تقييمات سلبيه او ايجابيه او ليش او تانيبيه ليش عملت هيك ليش ما عملت هيك يعني بالنهايه نحن الانسان يعني ممكن يخطئ ممكن يسوء تقديره ببعض المواقف بالنهايه هو طبيعته كانسان فنحن هلا رح نحكي الاداره الايجابيه الله يعطيكم العافيه شكرا جزيلا لمشاركتكم اضفتوا كثير يعني نقاط انا ماني ذاكرتها في عن الاشتراك بانشطه جماعيه مثل ما حكينا الانشطه الجماعيه انا اروح مثلا مع كصبيه اروح مع زميلاتي الدراسه في 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 الابتدائي نتذكر الذكريات الحلوه اعمل لمه مثلا انا وبنات خالتي اروح احضر مباراة مع أه مع الشباب اللي انا أه حبون بقضي معهم وقت حلو هاي الانشطه كمان هي اداره حلوه للضغوط النفسيه أه ممارسه الرياضه مثل ما حضرتكم تفضلتوا المشي الركض التمارين السويديه التزام بنادي رياضي تناول الطعام الصحي الغذاء اللي, اللي خلينا نقول اللي فيه أه خلينا نقول قيم أه صحية بتساعدني إنه يكون جسمي قوي لمواجهة هاي الضغوط والنوم الكافي أمر كتير مهم لأن هي أحد الأعراض اللي ذكرناها أعراض جسدية واضحة بتكون عند مضغوط نفسيا آه، كمان أحيانا بيكون تجزئة المشكلة يعني أنت بتسأل شخص مضغوط نفسيا بتقول له أنت كيف حياتك بتقول لك أنا حياتي ما أبدا ما أنا منيحة أنا حياتي آه، مملة لي. أنا ليش عايش آه، حياتي آه، يا ريتني ماني عايشه هالدنيا ويا ريتني موت وارتاح فانت شو مشكلتك؟ مثلا بقول لك والله زوجتي ما عم تتفهمني طيب وشغلك؟ لك الحمد لله والله عم بشتغل ماشي الحال اهلك الحمد لله والله بخير ولادك بصحه وعافيه والله الحمد لله بصحه وعافيه فشفتوا كيف التعميم يعني كيف نحن مثلا ممكن من ضغط صغير من مشكله صغيره انا عممتها على كل حياتي يعني كثير مهم اعرف شو هو الضغط النفسي وحدد سببه وانا حاول هذا السب... هي الاسباب اعرفها ب... ب... بتركيبتي كفرد وحاول انا احلها بايجابيه اما بجزئ هاي المشكله اما انا بحاول باستراتيجيه حل المشكلات انا احصر كل شيء في حلول المشكلات اما الجا الاخصائي يساعدني او دعم نفسي ففي انه احيانا الواحد التعميم هو من اخطاء التفكير اللي يعني نحن احيانا بنوصل فيها حياتنا انا ماني مرتاح، طيب ليش مانك مرتاح؟ بكون يوم عنده مشكله او مشكلتين بالحياه فحياته كلها أنا مرتاحه. احيانا التفكير بشكل ايجابي مثل ما حضراتكم انتم تفضلتوا العقلاني هي بتكون اداره ايجابيه للضغوط، احيانا مواجهه هذا الضغط وايجاد حل سريع، ايام التحكم بزمام الامور، أيام التواصل مع الآخرين واستشارتهم أيام التحكم بالانفعالات من خلال الصبر من خلال أعطي وقت لحالي أعيد ترتيب أموري أعيد ترتيب الأولويات في حياتي للتفاؤل كمان بإيجاد حلول روح المبادرة أنه يكون أنا عندي مبادرة إيجابية في مشكلة عائلية مثلا أنه يكون خلينا نقول فتحت خير فتحت صلح يعني أقرب الأطراف من بعضه من بعضها أحيانا بيكون التفريغ الإنفعالي مثل ما حكينا أنا وإسراء إنه شخص إيجابي داعم متفهم أه أنا أحكي له أه أو التفريغ الإنفعالي عن طريق السلوكيات مثل الرسم مثل المشي مثل التأمل بالطبيعة مثل هلا مثلا الجو ربيع كثير حلو ممكن نحن آخذ أنا عائلتي وأولادي أطلع على البرية فهي بتحس منفس سبحان الله لهي الضغوطات اللي أنا بعيش فيها ورجع للحياة أكثر اما عن الاداره السلبيه الضغوط فهي نحن حكينا مثل العزله احيانا بننسحب من, من حل المشكله بلجا للتدخين للارجيله بتعاطى مخدرات مثل ما عم نشوف في عنا مشكله هلا في الشمال فانه الشباب بسبب العطاله خلينا نقول واسطه انتشار هي المواد صار في عنا انتشار لتعاطي المخدرات للاسف هي كلها يعني هي بسبب ضغوطات الشباب هو حابب يثبت حاله حابب يسافر حابب ياسس عائله رغم ذلك هو بيصطدم بالواقع فهو بيلجا للمخدرات للاسف احيانا بيكون في عندنا التقليل او الافراط في الطعام والنوم مثل ما حكينا تضخيم المشكله تهويله تعميمه على كافه جوانب الحياه التفكير بشكل سلبي وغير عقلاني انا انسان اذا كان هو مثلا فشل باكثر من مره انا انسان منحوس وش قد ما انا اشتغل من الحياة ما راح يمشي حالي او مثلا هي مثلا خطبه واحد او اثنين وما مشي الحال فهي مكتب لك كتبه فتتعلق بامور غيبيه او معتقدات خلينا نقول سلبيه اجتماعيه ليس لها اساس من الصحه دائما الانسان العقلاني المتفهم الراضي بالحياه بيكون في عنده نظرة عقلانية للأمور ما بيلجأ مثلا للأمور الاجتماعية اللي أنت منحوس أو مثلا هي مكتب لك فيه حتى ما تتزوج فهي الأمور سبحان الله منتشرة اجتماعيا أحيانا التجنب والهروب من من المشكلة والتهور أحيانا سبحان الله بيوقعنا بضغوطات ومشاكل تضيف ضغوطات فوق الضغوطات اللي نحن موجودين فيها أحيانا الانتواء وعدم طلب المساعده من الاخرين فقدان السيطرة على النفس وإيذاء الآخرين هي كثير منشوفة لما بصير في عنا ضغوطات اجتماعية كيف يكون في ردات فعل عند الناس بتسبب الأذية للآخرين التشاؤم كمان نظرة تشاؤمية مستحيل الإنسان المتشائم يوجد حل لمشكلة بتواجههم الاستسلام والكبت والدخول احيانا في اضطرابات نفسيه اكثر اضطراب شائع في في الضغوطات النفسيه ممكن يتطور لقلق واكتئاب ان شاء الله بصحنا بالايام القادمه نحكي عن الاضطرابين رح نجي عند اهم فقره مع حضراتكم كيف انا بتعامل مع او بواجه الضغوط النفسيه اللي انا بواجهها أنا هلا حاليا عرفت شو معنى الضغط النفسي، شو هي أسباب الضغط النفسي اللي أنا موجودة حواليتي؟ شو الأعراض اللي أنا هلا عم منها؟ كيف أنا لازم أعرف الضغط النفسي وأحدده وأعطيه حجمه ما أكبر من حجمه ما يسيطر على حياتي؟ كيف أنا بحسن مثلا جزء هي- هذا الضغط كيف واجهه؟ في حال ما حسنت أنا واجهه، في عندي استراتيجيات بتخليني أخفف هذا الضغط النفسي وأتكيف مع الحياة، فأنا حابة أسمع من حضراتكم. استراتيجيات استعملتوها لتخففوا من الضغط النفسي خلال تعاملكم مع الحياة يعني أنتوا تجارب بالفعل أنتوا كنتوا مضغوطين فيها نفسيا فقدتوا فيها عزيز خلينا نقول مشكلة اقتصادية نزوح رسوب طفل عندكم مشكلة عائلية مشكلة زوجية شو هي الاستراتيجيات اللي عملتوها حتى خففتوا من هاي الضغوطات انا رح تابع الشات واذا في حدا بيحب يفتح مايك وي... ويشاركنا صوتيا انا كثير بحب هذا العمر محمد عم بيحكي انه القسوة على النفس وجلد الذات، في حدا بحب يشاركنا؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس إذا بتقرب المايك على على هيك محل ما بتتحدث على تمك مشان يكون هيك صوتك واضح الآن كيف الصوت؟ تمام الآن تمام شوية بعيد بس مفهوم تفضل خير إن شاء الله شكرا يا أستاذ على المحاضرة الطيبة الله يبارك فيك ممكن تعرفنا من حضرتك <applause> وأنت من أي بلد عم تحكي دكتور توفيق السلماني من اليمن اهلا وسهلا دكتور توفيق من اليمن شكرًا الله شكرا لحضورك أه معنا نورتنا اليوم الله الله ينور عليكم شكرا جزيلا لكم من ضمن هذه الاستراتيجيات اولا الاستسلام والرضا بما قبل الله سبحانه وتعالى نعم ايضا التنفس العميق تنف... تذكر نعم الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان مهما كان لا يخلو أبدا من الابتلاءات وأن الابتلاء يعني فترة عابرة وتمر إن شاء الله وإنما هو ابتلاء وامتحان من الله عز وجل للعبد الصبر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتصبر والرضا بالقضاء تذكر مام. أن الابتلاءات مرت على الأنبياء وأن هناك من هو أسوأ حال منا وبالتالي هذا يبرد على الانسان نوعا من هذه الضغوط النفسيه ويجعله يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وشكرا يعطيك الف عافيه دكتور توفيق النقاط اللي ذكرتها كثير مهمه كثير يعني خلينا نقول مقنعه على كل فئات المجتمع الانسان يكون يتصبر على المشاكل يعني هو الصبر مر سبحان الله بس يعني هي المشاكل من من خلينا نقول من وصف هي الحياه خلقنا الانسان في كبد يعني كل انسان معرض في حياته لمرض معرض انه يفقد عزيز لمشكله اجتماعيه لمشكله خساره ماديه فهو انسان يتصابر على المشكله بينما يتجاوزها والقضاء والقدر مثل ما ذكرت فهي قيم اجتماعية سبحان الله يعني بمجتمعنا العربي كتير بتساعد الإنسان أنه يتخطى المشاكل ويتجاوز الأزمات شكرا لمشاركتك دكتور إذا في حدا بيحب كمان يشاركنا تجربته تفضل دكتور ياسر تفضل دكتور ياسر فضل إذا بتكرر في إيدك فيك تفتح المايك وتحكي عليكم السلام استاذ عبد القادر هو يهمك آه ما في اي اشكال انت وصلت حاليا لاهم سلايد موجود معنا واخر سلايد واهم سلايد آه موضوعنا هو عن الضغط النفسي عرفنا شو هو الضغط النفسي شو اسبابه وشو اعراضه اللي بتظهر علينا ك كانسان طبيعي كيف نحن نحسن نتجاوزه واذا ما حسنا نتجاوزه في عنا استراتيجيات مواجهه حتخلينا نحن نتكيف مع الظروف ونحن نتجاوز هاي الازمات ونرجع نتكيف آه قدر المستطاع مع الحياة اللي هي نحن مثل ما وصفناها دائما في تقلب دائما بتمتحنا بصعوبات إذا في حدا كمان بيحب يشاركنا آه شوي الاستراتيجيات اللي اتبعها آه في مواجهة ضغوط هو بالفعل حس فيها تفضلي اسماء فيكي تفتحي المايك وتشاركينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجزيك الخير عن المحاضرة القيمة ميت أهلا وسهلا أسماء من وين حضرتك؟ من اسطنبول كان اسطنبول أهلا وسهلا أصلك من سوريا؟ لا 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 أنا أصلي من الأردن ميت أهلا وسهلا أهلا فيك يا رب هلا يعني بدي أحكي عن تجربة شخصية أه طبعا فينا يعني باختلاف المشكلات إنه يعني نغير بالاستراتيجيات زي ما انت تفضلتي بس نعم. انا بحس انه بترجع لشخصيه الـ الـ نفس الشخص اللي بتعرض للضغط اه مثلا انا جربت الدعم الاجتماعي اه جلوس مع الاصحاب اه خاصه الاصحاب اللي كانت تجمعنا في في ايام اه مرح وضحك وقله مسؤوليات و اه مثلا اه رفقاتي في ايام الجامعه مثلا اغلب الذكريات معهم حلوه بنعيش جو ضحك ممكن انا اشكي براحتي ما يعني خاف من اي كلام ممكن احكيه او يعني او تعليق او نقد او شيء بس انه حدا بيسمعني فكانت يعني من اكثر الشغلات اللي كانت تساعدني اني اطلع من الضغط اللي انا فيه شكرا لمشاركتك يا اسماء صراحه الشيء اللي حكيتيه كثير كثير بينفع مع مع النساء يعني ما بعرف اذا الشباب بيحكوا نفس الشيء يعني من امتع اللحظات اللي بتخليك يعني انه طيب تنسى بتعرفي على القلب بس ما بيحكوا صحيح الاشخاص اللي, اللي شاركوكي بلحظات بي انت كنتي فيها مثلا من الابتدائيه بحياتك بالمرحله الجامعيه ترجعوا تنطقوا تستذكروا الذكريات والصور اللي كنتوا أنتوا اخذينها فهي بالفعل هاي الاجواء ولو كانت ساعات قليله بس كافيه انه تشحنك شحنه ايجابيه لمواجهه الحياه سنين سبحان الله ما بعرف شو الشباب برايهم نفس الشيء انتم شباب ممكن هي التجمعات خلينا نقول الدعم الاجتماعي من الاقران بيخليكم بيعطيكم هاي الطاقه الايجابيه ولا لا ممكن تكون في انشطه تانية هي بتنفع معكم اكثر من النساء العلاقات الاجتماعيه صراحه اهم شيء عندنا لعبة الشدة تماما يا محمد كثير لعبة الشدة ومتابعة المباريات في كمان أنشطة حتى لعب المباريات في الملاعب هي كثير شائعة عنا في مجتمعنا سهرات يوم الخميس انه دائما مثلا في عندهم جماعات الشباب انه في عندهم يوم معين مخصصينه هي للتجمع خلينا نقول الصداقات القديمة بالأطفال تفريغ الحزن بأنشطة بأنشطة ممتعة خلينا نقول الإنسان بيستمتع فيها كفرد يعني ممكن يكون نشاط المشي مهم عند أشخاص بيساعدوا بأنهم يتجاوزوا الضغوطات ممكن يكون نشاط الرسم ممكن في أشخاص عندهم تفريغ انفعالي يعني عن طريق الكتابة يكتبوا مشاعرهم في عالم هلا بسبب انتشار التكنولوجيا بيستخدموا خاصيه الجي بي تي فبيشكوا هم للاشخاص <applause> وهميين او خلينا نقول من العالم الافتراضي وبيعطون حلول فشخص هو وهمي بس سبحان الله بيخلي الانسان انه يحكي ويفرغ انفعاله مين بيستعمل هيدي الخاصيه بيحاول يحكي لاشخاص وهميين بس بيعطوه حلول تماماً حضور هاي المحاضرات كتير بيساعد والله يعني نحن بالنهاية كلياتنا بني آدمين سواء مختصين مهتمين أمهات شباب يعني كل يعني هي سبحان الله إنسان يعني كلياتنا معرضين لنفس الضغوطات صحيح التكلم بالمشكلة هو بحد ذاته الفضفضة لأصدقاء مقربين هو صح استخدمته أمس مرتين مع الشات تمام إذا إذا الإنسان فقد إنه وجود شخص داعم معه بيكون هذا الشخص الداعم ممكن في عنده استغراق فالجي بي تي لا لا بأس فيه ممكن الذكاء الاصطناعي يحل مشكلة صحيح طيب يا صفاء هذا الشخص اللي يشرح مشاعره كثير حلو يتفهم مشاعره بس ما لكل المشاعر تماما تماما يكون هذا الشخص شوي يكون عنده عقلانية شكرا لمشاركتكم زملاء طيب بداية زن رح نحكي عن أول استراتيجية اللي هي التنفس العميق مثل ما حضراتكم الدكتور توفيق ذكر بالشات التنفس العميق مثل الصورة الواضحة أمامكم هي عبارة عن أخذ هواء من الأنف ببطء حبسه بالصدر ببطء يعني لعدة ثواني ثم الزفير هذا التمرين بخليني اشبع الجسم اكسجين انا بوصل لمنطقة البطن خليه يصير عميق لان المضغوط نفسيا بيقول لك ما عم بحسن بتنفس نفسي سطحي متقطع ما عم بحسن عم بختنق فبيكون نفس متقطع فنحن في هذا التمرين بناخذ نفس ببطء كل ما بطئنا اكثر كل ما خلينا هاي العضلات تتشبع اكسجين اكثر ونخلي الجسم يسترخي اكثر ويرجع لطبيعته اللي غير معتاد عليها من خلال الضغط بيكون دائما قلق متوتر فبناخذ نفس من الانف سواء بتكون مثلا العيون مغمضة أو مفتوحة بمكان مريح بيكون بعيد عن الضجيج خاصة في ساعات ساعات الصباح الأولى بيكون الجو مشبع بالأكسجين إذا كان عندكم جنينة او شباك او منظر مريح ناخذ هذا نعمل هذا التمرين لمده خمس دقائق من خلال اخذ نفس ببطء حبسه وزفير من الفم اذا بتحبوا هلا تجربوه ممكن باول ما ناخذ هاي النفس بعمق يصير في حاله من الدوخه دوار تمام فهذا الدوار شوي احيانا بسبب لي صداع ففي ببدايه اي تمرين في عنا يعني شويه مشاكل بنتجاوزها مع مع الميران يعني وقت انا اعمل هذا التمرين اكثر من مره اعمله صباحا وبالظهر والمساء واتدرب عليه فبعود جسمي انا دائما يتنظم تنفسي وما يكون سطحي ومتقطع فبيرتاحوا العضلات بتشبع الجسم اكسجين بالاضافه عنا شيء اسمه الاسترخاء العضلي الاسترخاء العضلي آه يا سادة يا كرام رح أفتح الكاميرا ما بعرف إذا رح يبين عليكم إن شاء الله يبين عليكم من خلال حركات الجسد رح أتبع جسدي أنا كلياته بكني من خلال التوتر والضغط يكون جسم مشدود كنه متوجس في عنده جفلان سكر الباب فهو دائما بينتفض فرح أحاول أنا كل عضلة في جسمي أنا أعمل تمرين استرخاء وريحها فبكل بساطة بلش براحة اليد بشدة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بشد العضلة كتير بخليها تكون متوترة مثل حالة الضغط وبعدين بستشعر الراحة اللي أنا موجودة فيها بفتح إيدي وبحس إيدي مرتاحة كمان بعد خمسة برجع بشد عضلة إيدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بحس بالشد بحس بالتوتر بعدين برجع بريح ايدي وبحس بـ بـ براحة بايدي وانه العضلة مفرودة وانا تخلصت شوي من التوتر. نفس الشيء الاكتاف بشد الصدر بشد الاجرين بشد اصابع الاجرين القدمين بشد القدمين لحتى اوصل آه هذا التمرين كل عضلة بالجسم بتاخذ حقها من الشد والارتخاء بي بيوصل الجسم لمرحلة بيميز انه انا هون عم شد عضلتي وبرخيها استشعار الاسترخاء في في الجسم بيخلي الانسان يرجع لحالته الطبيعية والاتزان في عن التأمل في كتير تمرين حلو هو المكان الآمن بنعلمه للأطفال يعني انت لما بتكون خايف ولما بتكون مضغوط شو احلى مكان انت بتتخيله تروح عليه في ولد بقول لك انه انا بحب روح على البحر أو بتخيل بيت في منطقة ريفية على ظهر جبل في أشجار في مثلا طيور هذا المكان أنا بحب روح عليه فنحن بنعلم الأطفال دائما لما أنتم بتكونوا بخوف أو بموقف ضاغط تخيل هذا المكان الآمن أن أنت تروح عليه حتى بينفع مع البالغين لما بيكون أنت في جو ضاغط أو رايحة مثلا في مشكلة بحياتك مشكلة اجتماعية حاولي تعطي وقت استرخاء لهذا الجسم اللي هو متوتر ومتعصب آه، شو المكان احلى مكان انت بتحبي ترجعي له بالذاكره ممكن يكون بيتك في الضيعه ممكن يكون آه، ذاكره حلوه محتفظه فيها بذاكرتك آه، مكان بتتخيليه مكان بتحبي تروحي عليه آه، فكثير بينفع خلينا نقول اسمه شيء اسمه استرخاء آه، تاملي يعني انا اتخيل مكان وبنفس الوقت بينتظم تنفسي وبريح التفكير من الضغوطات اللي موجوده عندي بالحياه هي أخذ وقت استراحة لهذا الجسم، خلينا نقول مثل إعادة تشغيل الكمبيوتر مثل ما بتعرفوا حضراتكم، يعني نحن عم نخلي الجسم يرجع يرتاح شوي من هاي الضغوطات، يعني يخفف عن حاله ضغوطات، ياخد فترة استراحة، بالإضافة إلى نعمل نمط حياة صحي، أنا أتغذى صحيا، عدد في الوجبات، نوع في الغذاء قدر المستطاع وفق يعني الموارد الاقتصادية اللي أنا موجودة فيها. يعني يعيش عيش حياتي وفق المتاح يكون النوم منتظم هيئ اجواء النوم بعد عن التكنولوجيا والشاشات قبل بساعه من النوم حاول ما نام بالنهار هيئ اجواء النوم طفي الضوء خليني انه خليني هيئ اجواء الاطفال اللي يعني يناموا ما يعزبوني قبل ما يناموا تعود على نظام نوم خلينا نقول الساعة البيولوجية تتعود إنه أنا فيق الساعة 8 بنام الساعة 11 هذا الشيء بصير نظام نوم والجسم بيتعود عليه يعني بصير إنه اضطرابات النوم شوي بتبعد عني طبعا هي اضطرابات النوم مشاكل كتير شائعة عند الأشخاص اللي ضغوطات نفسية ممارسة أشياء محببة كالكتابة محادثة الشات مع الذكاء الاصطناعي أشخاص داعمين كتابة القصائد كتابة الإشعار كتابة المذكرات يعني كثير بعرف أشخاص بيكتبوا مذكرات اليومية وهي المذكرات إذا خايفين حدا يطلع عليهم بكل بساطة بعد كم يوم هني بيشقوها ليش لأنه هي ضغوطات هي شوية هي عبارة عن خلينا نقول تضاربات في الرأس مشاكل خلينا نقول بتيجي على الإنسان وبس بس بحاجة يفرغها يعني بمجرد ما يكتبها برسالة واتس لحاله لا، لا، لا او حتى يكتبها على ورقه ويمزقها بعد كم يوم هي بكافيه هي تكون مريحه لإله بالاضافه للرسم كتاب ممكن يكون حتى مشارك على الفيسبوك ب خلينا نقول بنشاطات هيك كلياتها انشطه محببه انشطه تفريغيه بيحاول الانسان فيها يهرب شوي او يتخلص من الضغوط النفسيه او حتى يفهم حاله اكثر لما بيعبر عنها بطريقه ابسط في أشخاص بيلجأوا للرياضة للمشي للجري طبعا المشي والجري هو بيعمل نفس استراتيجية التنفس العميق والاسترخاء لأن المشي أوتوماتيكيا بنظم للتنفس وبيخلي الجسم يشعر بالاسترخاء بيرجع لانتظام دقات القلب وإشباع الأكسجين للعضلات <تصفيق> <تصفيق> مثل ما تفضل الدكتور توفيق كمان في عنا تقوية الجانب الروحي من خلال الصلاة الدعاء الرضا بالقضاء والقدر تصدق على الناس الفقراء مساعدة الاخرين هاي كلها بتعطيني قوة كإنسان انه انا اتجاوز الضغوطات تعزيز الدعم الاجتماعي من خلال اشخاص داعمين اشخاص ثقة خبرات اشخاص حتى مروا بنفس الضغوطات اللي انا بعيش فيها بيحسنوا يسمعوني يتفهموني السيطرة على انماط التفكير المشوه دائما الانسان مضغوط مثل ما حكينا بتبنى أفكار مشوهة إنه أنا فاشل، أنا سلبي، أنا منحوس، أنا ماني منيح في الحياة، لو أنا منيح كان رب العالمين كفاني بشي منيح، فالحياة ما هيك، الحياة ما الحياة فيها صعوبات، أحيانا في صعوبات تتغلب علينا، أحيانا نحن نتجاوز هاي الصعوبات، فالتفكير دائما يكون لازم يكون إيجابي حتى أنا أوصل لحلول من خلال الموارد اللي أنا بمتلكها، أفضل الحلول المتاحة بالنسبة لي، كذلك الحديث الإيجابي مع الذات. كثير هي الفكره حتى اذا بتحبوا تعلموها لاولادكم او للاشخاص اللي مثلا عنده لوم لذاته بتلاقيه مضغوط نفسيا او اللي فاقد متعه بالحياه او ما عنده امل في الدنيا انا ماني منيح، انا ماني حلو، انا فاشل في الحياه لو ننبه الاشخاص كيف بيحكوا مع حالهم بتفرق كثير معهم يعني هي هذا الحديث اللي خلينا نقول البين شخصي بين الانسان ونفسه كثير بيساعد انه هو يتحسن او يرجع لورا إيه انت مثلا انا انا منيح انا ماني فاشل بكل المواقف انا في يمكن فشلت في, في هذا الموقف بس انا بباقي امور حياتي انا منيح فتعلم صيغه رئيفه بالنفس حديث اذا ايجابي ذاتي مع النفس كثير بيفرق معنا لمواجهه ضغوطات الحياه فالتخلص من مسببات التوتر يا زملاء أه ليس دائما بالهروب من الموقف العصيبة أو أحيانا تجنب المشكلات دائما بيكون من خلال محاولة تقليل التوتر وذلك بتقييم ما إذا كان بالإمكان تغيير هذا الموقف إعطاء حجم مناسب معرفة الأسباب أه ربما عن طريق التخلي عن بعض المسؤوليات أحيانا الإنسان بيكون ضغط حاله بأكثر من شغلة فالتخلي عن بعض المسؤوليات بتكون أحيانا بالحل ترتيب الأولويات تنظيم الوقت تخفيف المعايير مثل ما حكينا احيانا الهدف اللي بيحطه الانسان لنفسه مثلا هو مثلا طالب كسام انا بصير دكتور طيب طول بالك انت شو عندك امكانيات شو اهتماماتك بالحياه مين قال لك انه مثلا هو الدكتور هو مثلا اكثر شيء حدا شخص مع احترامي طبعا للدكاتره الموجودين فينا بس هذا هي اكثر حلم بيكون موجود عند الاطفال او فئه الشباب فانت كعامل انت ناجح كانسان مثلا عندك مشروع بسيط انت ناجح كاب قدوة لأولادك أنت ناجح فهي معايير المجتمع أحيانا هي بتكون بتشكل ضغوطات علينا كأفراد أحيانا طلب المساعدة وأنا بشجع أي حدا موجود فيكم بشجع الأشخاص الموجودين حوالي لطلب المساعدة من المختص نفسي فالمختص النفسي هو شخص داعم متخصص مهني دارس هاي الأمور ومحلف أنه يكون هو عنده مستقية وأصالة بهي التعامل مع هاي الحالات فشكرا لحضراتكم قربنا على الانتهاء من المحاضرة حابة استقبل من حضراتكم أي سؤال أو أي استفسار عن المحاضرة أو أي شيء بيتعلق بالصحة النفسية أنا جاهزة أستاذ محمد بكور عم بيساعدنا إنه التنفس العميق من الأنف والإخراج من الأنف كثرة التكرار ممكن يسبب إغماء حكينا نوهت أستاذ محمد إنه نحن في بداية أي تمرين نحن بنتعلمه ما كان سبق نحن متعلمينه ممكن التنفس العميق في بداية ما ننفذه بسبب ممكن دوخة أما أغماء يعني هي صراحة والله ما شفتها في حال أنت شايف هيك متعرضة يا ريت تشاركنا بالتجربة ممكن يكون شخص يعني يكون هو عنده مشكلة صحية بالأصل ربو أو إشي فهو التنفس هو تمرين كتير بسيط بس نحن سبحان الله يعني ما من نفسه يعني رغم معلمه كتير لأشخاص فهو بيستهينوا فيه هو على المدى الطويل كتير بيدفع لاسترخاء العضلات وبيخفف التوتر والقلق وشد العضلي اللي هو من أحد أعراض الجسدية للضغط النفسي عبارة عن العدلة مرات سحب من الأنف وبعدين الزفير من الفم تعيير الساعة لمدة خمس دقائق ثلاث مرات في اليوم فهو كتير بينفع المساحة الصديقة للطفل كمان كتير بتساعد من خلال الرسم الشعر كتابة القصص حتى قراءة القصص بتعلم الأطفال كتير مهارات حتى هني يتجاوزوا الضغوطات أو المشاكل خلينا نقول العمرية اللي بيمروا فيها مثلا القصص اللي بتعلم الصداقة قصص بتعلم الصدق الأمانة هيك كتير حلوة نجلاء ممكن الآن سربت ساعدنا إنه وين في نقوة تسجيل الجلسة؟ واحد وصل لحل نفسي لمشكلته وضغطه بس جرب وما قدر ينجح هو الحل الوحيد، شو العمل؟ خاصة إنه طبع الإنسان بطبعه بيتبع نفس الأساليب للتعامل مع المشكلات فتغيير أحيانا تغيير أسلوب حل المشكلة فينا نستعين بخبراء فينا نستعين بنماذج موجودة قدامنا عندهم نفس المشكلة شو الاستراتيجيات اللي عم يتبعوها شو هي التصرفات شو الأساليب اللي بيتبعوها فممكن نحن نقتدي بأشخاص نحن نعتبره ناجحين أو بيتعاملوا مع هي نفس المشكلة بشكل صح أو نلجأ لأشخاص داعمين عندهم خبرات موجودين بضمن دائرة الدعم اللي حواليتنا أقرباء أو أصدقاء أو جيران أو نلجأ لمختصين حليمة ما في جلسة تانية للمحاضرة ممكن يكون في عنا مواضيع تانية لاحقة يعني للضغط النفسي مثل القلق والاكتئاب والتوتر هي مشاكل سبحان الله يعني بتتعرض لإنسان وين كان ولا يهمك يا نجلة الله يعافيك يا اسماء اذا في عندكم اي سؤال قبل ما ينتهي الوقت لسه عن خمس دقائق انا جاهزه او حتى اذا عندكم اي اطراء او اي اضافه للمحاضره تحبوا تضيفوها يعني ننتفع منها كلياتنا فجزاكم الله خيرا انا بحب هذا الامر صراحه يعني كلياتنا بني ادمين بنتعلم من, من بعضنا وكلياتنا يعني مرينا بتجارب مختلفه بالحياه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا يا الله يعافيك يا الصحر. اهلا وسهلا هلأ أنا كنت أعطي جلسات مهارات والدية نعم كان في عنا جلسة اسمها استيعاب ضغوط الوالدين كنا نعطي ضغوط بالاسترخاء بالتنفس العميق بالأمور الروحانية يعني بس نعم. في واجهتنا حالات ناس لساتهم عايشين في الماضي مم. يعني دائما عندهم مشاكل ما تأقلموا مع الوضع الحالي ما تكيفوا طبعا هدول الناس نحن ما بنحسن يعني نحن خدماتنا غير متخصصه صحيح اه لاحظنا انه هدول الناس اه بدهم خدمات متخصصه والمشكله انه نحن عندنا بريف حلب اه هاي الخدمات كثير ضئيله ما في يعني خاصه بالنسبه للاعمار الكبيره فهدول الناس كيف نحن ممكن نتعامل معهم يعني ما عم يقدروا احنا. يخرجوا من حاله الماضي اللي هن كانوا عايشين تماما الله يعطيك الف عافيه آه هلا مبدئيا آه لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني انتم كعملكم كتدريبات معاملات وليدية فانتم بتقدموا شيء اللي بتحسنوا عليه الخبرات اللي انتم بتمتلكوها فالامر ما يشكل ضغط عندك ابدا ابدا في شيء اسمه اداره حالي آه استاذي ممكن انت تلجأ لعمال اداره حالي ممكن يحيلوا هدول الاشخاص لمختصين نفسيين متخصصين في فكرة ممكن أنتوا تعالوا جوا عند الاشخاص يعني هي فكرة بسيطة ممكن أي شخص بسيط يحسن يشرحها للمجتمع اللي خلينا نقول نحن عايشين فيه انه الماضي انتهى خلص نحن حالا عايشين في الحال يعني في في الوضع الراهن إيش انا بمتلك مهارات فأنا الماضي ما هو بملكي ولو هي الصدمات والخبرات انا أثرت علي وخلتني أنا أكون بهذا الضعف حاليا بس حاليا انا شو بمتلك خبرات دائما في فكره هنا والان كثير نحن نعلم للاشخاص اللي بيعانوا من ضغوطات نفسيه يعني لا الماضي هو بملكي ولا المستقبل حتى هو في ملك الله عز وجل فدائما نحن بنخلي الاشخاص يعيشوا اللحظه يعيشوا اليوم انت عيش اليوم عيش مع اولادك عيش اليوم بالعمل شو رب العالمين انت لك ظروف تستمتع فيها اليوم فالماضي انتهى يعني فيكم تبسطوا هاي الفكرة بهذا الشكل أما كمختصين فيك تلجأ لعمال إدارة الحالة أستاذي بظن في الشمال ز... في مراكز استاذ سحر استاذ سحر نحن المشكله انه اداره الحاله عنا هون اغلبها يعني مو اغلبها 99% منها للاطفال نحن عندنا فريق اداره حاله وبنرصد حالات ونسجل حالات ولكن للاطفال وليس للكبار نعم في فريق حتى, دي حتى أستاذي يعني... هو حتى بيقدم خدمات بزا... اونلاين يعني ممكن كمان انه تحيلوا هذول الاشخاص يعني يتلقوا يعني ولو هي خدمه الاونلاين تقل خلينا نقول عن الفيزيائي يعني اذا كان موجود فيزيائيا طبعا بيكون في الاستفاده افضل بس كمان إن اذا ما كان موجوده فينا نحن نلجا للاونلاين تمام أستاذ الله يعطيك في فريق دي اس في دي اس في فيكم تتواصلوا معه ان شاء الله يعني بيوفروا بي بي نحن دائما عم نحاول نوضح لهم فكره انه هاي الازمه او هاي الاحداث اللي عم نعيشها هي احداث عامه يعني مو على صحيح. على شخص واحد فنحن قدر الامكان عم نحاول انه نساعدهم من جلسات التوعيه المهارات الوالديه التفاعل معهم تقديم الانشطه الدعم يعني قدر الامكان عم نحاول إن نحسن عليه بس ولكن احيانا عم نواجه حالات معقده وخاصه ناس كانت حالهم غير وتغير وضعهم خاصة من الناحية المادية الناحية المعيشية كان ساكن مثلا في بيت مأمن من كل شيء صار ساكن في مخيم فهالشيء كتير كثير عم بيأثر عليهم فهي الحالات شوي معقدة بحاجة يمكن لخدمات نفسية متخصصة صحيح أستاذ محمد يعني ذكرنا في البداية أنه سبحان الله الظروف اللي احنا عايشين فيها هي جدا صعبة على المجتمع بشكل عام وعلى بعض الأشخاص كان في 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 شويه ضغوطات زياده عن الاخرين فدول بالفعل بحاجه لخدمات متخصصه الله يعطيك الف عافيه ممكن استاذه مثل ما حكيت لك تلجا لخدمات يعني خلينا نقول اداره الحاله ما كان في زياي اون لاين فهو بيفي بالغلط ان شاء الله الله يعطيك الف عافيه الله يعافيك استاذي محمد في اي مشاركه زملاء قبل ما ننهي تضلوا بخير ان شاء الله جميعا الله يعطيكم العافيه شكرا لاستماعكم شكرا لمشاركتكم الفعاله ان شاء الله بشوفكم على خير اللي عم يسال عن محاضرات الثانيه طبعا جامعه رشد بتعطي اعلان وبتبعت ايميلات لكل المشتركين فيها وبتخبركم اذا ان شاء الله في عنا محاضرات لاحقه او ندوات لاحقه بهذا الموضوع الله يعطيكم الف عافيه بامان الله ان شاء الله السلام عليكم الله يعافيك يا رب